نيجي على السؤال الثالث، initial value problem IVP، يعني نعطيك ال initial condition، first order non-linear. فالنظرة الأولى تقول إنه هذا السؤال ما يتكامل وحده، يعني ما يخص الواي إذا أجمعها بطرف يعني وأكملها ويا الدي واي ما راح يطلع، ما أقدر أكاملها، so it's not separable. أما exact يعني ما توحي إنه هي، يعني حتى لو أفصل الدي واي على دي اكس وخلي هنا انا دي واي ودي اكس يضرب بذني، راح يطلع هنا دي اكس وهنا دي اكس، يعني ما توحي انه نفس الفورم اللي عندنا بالملزمة انه بي دي اكس بلس كيو دي واي يساوي صفر. فشنو الاجراء اللي اسويه هنا؟ انا ما زال اشوف هنا باور واحد هنا باور ثري للواي، احاول اتعامل وياها substitution، اسوي لها reduced to separable. شلون هذا؟ افرض ال v هو يعني واحد على y تربيع او y to the minus 2، فمشتقتها بالنسبة لل x راح يكون minus 2 y minus 3 y prime، وهذا المشتقة بالنسبة لـ x. هنا أنا أقسم على y تكعيب فراح يطلع لي بهاي الصورة من قسمت على y تكعيب، ومن عندي الفرضية هاي هسه أعوض عن كل y سالب 2 هنا أعوض عنها v، و y سالب 3 y برايم أعوض عنها إذا تيجي الاثنين هنا بالمقام، فأعوض عنها ماينس واحد على اثنين في برايم بلس واحد على اثنين بقت نفسها، والفي هنا والواحد بقى نفسه، فتحولت المعادلة بهذا الشكل. للتبسيط هاي الاثنين تخلص من الأداء، أضرب كل الحدود باثنين فراح يطلع لي المعادلة، راح تطلع لي بهاي الصورة. هاي الصورة إذا أشابهها بالملزمة أشوفها هي تشبه قانون برينولي، فهنا الـ Bx أعتبر سالب واحد. من أوجد برينولي شي يقول إنه integrating factor عن طريق الـ Bx، أشوف الـ exponential للسالب واحد هو exponential minus x، هذا الـ integrating factor إذا أضربه بالمعادلة هاي راح يطلع لي شيء انه الاولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الاولى. هذا الطريق الواضح. اما الطريق المباشر انه البرنولي يعطيني معادلة تخص الواي او تخص الفي هنا، انه واحد على الانتجريتين فاكتر تكامل انتجريتين فاكتر ويا الار اكس، الار اكس هنا واحد بلس سي. اذا تشوف الملزمة تشوف هذا القانون موجود. فبالحالتين يعني إذا أضرب الانتجريتنج فاكتور بالمعادلة أو أستخدم القانون المباشر، بالحالتين راح يعطيني الحل هذا. فهذا هو الحل في، حل في بالنسبة إلى x بهذا الشكل. أنا ما أريد في، أنا أريد أصلا y، فأجي أعوض عن ال يعني أرجعها للأصل بهاي الطريقة، فما زال في تساوي واحد على واي تربيع، معناته انه الواي ايش راح تساوي؟ واحد على تحت الجذر. اخذت بلس ماينس لان جذر فيصير بلس ماينس، فيطلع لي الجنرال سولوشن بدلالة السي. انا ماني جنرال سولوشن، اريد عندي الانيشال كونديشن، فمن عوضه بالموجب. فهنا شفنا انه النون لينير بها سالب وموجب، يا هو اللي اختاره يعتمد على السؤال. السؤال مطيق هو الانيشال كونديشن، فانت تاخذ الموجب، يعني ما عندي زمن يرجع بالسالب.
فهذا ما يخص السؤال الثالث. السؤال الأخير أو السؤال الثالث بس فرع بي فرع اثنين، بها المعادلة من الدرجة الثانية نون هوموجينيوس وبها تو انيشال كونديشنز. فللواي هوموجينيوس اختار الروتس او استخرج الروتس، راح يطلع لي تو ريل ديفرنت، فيطلع لي الواي اتش بدلالة الاكسبوننشال. ما زال هي نون هوموجينيوس، فاستخرج الواي اس مرة واحدة اشتقها مرة ثانية على مود من اعوض هنا كل شيء اوكي، من اعوضهن وأساوي يعني حل المعادلة آنية، أستخرج قيمة الـ A وقيمة الـ B، أجي أعوض قيمة الـ A والـ B بالـ YS، بعدين الـ YS أعوضها ويا الـ YH، أستخرج الـ Y total. فـ General Solution بدلالة الـ C1 والـ C2، بس الـ C1 والـ C2 أوجدهن من خلال الـ Initial Conditions، بس انتبه هنا أنا مشتقة مو Y، فكأنه هاي الـ Y اشتقها مرة أولى. يلا أعوض الست سالب ست، فمجهولي المعادلتين، راح يطلع لي قيمة السي وان والسي تو أعوضها بالواي، يطلع لي بارتيكولار سوليوشن.